بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله هنقدم مراجعة بسيطة على منهج الأحياء للصف الثاني الثانوي. معكم رزق حسن رزق، كبير معلمين أحياء وجه الوجه. طبعا المنهج عندي ببساطة جدا بيتكلم عن الوظائف الحيوية التي يقوم بها الكائن الحي، سواء كان كائن حي نباتي أو كائن حي آخر حيواني. احنا عندنا في المنهج كله عبارة عن 5 وظائف بندرسهم السنة دي. هنا ال5 وظائف دول هناخد 3 وظائف في الترم الاول ووظيفتين في الترم الثاني. ال3 وظائف اللي موجودين عندنا في الترم الاولاني التغذية، النقل، التنفس. دول 3 وظائف. الترم الثاني هناخد الاخراج والاحساس ان شاء الله. عشان نبدأ نراجع مراجعة سريعة كده ونتعرف على المنهج بالنسبة لنا وطبيعة الاسئلة في هذه الامتحانات بالنسبة لك. طبعا الأسئلة عندي في أسئلة اختيار من متعدد وفي أسئلة مقالي. أي نعم، هنا لو كان في طلبة عرفت موضوع المقالي فترة متأخرة جدا بالنسبة لك، بس ده أنا بقول تاني ده في مصلحة الطالب، لأن الطالب لو فهم السؤال المقالي كويس هيقدر يحل برضو سؤال اختياري بيسر وسهولة. تعالوا مع بعض كده أحبابي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، نخلينا كده مع بعض ونشوف الدنيا فيها إيه. لما اتكلم ببص هنا بالنسبة لنا هنا على الفصل الأول اللي موجود عندنا اللي بيتكلم عن التغذية. تعال نشوف هنا بالنسبة للتغذية المقصود بالتغذية ومفهوم التغذية وأهمية الغذاء وأنواع التغذية. التغذية هو أن يحصل الكائن الحي على مواد من الوسط الذي يعيش فيه ويحولها لمواد تماثل تركيب جسمه. المفهوم العلمي للتغذية إيه؟ هو الدراسة العلمية للغذاء وطرق وأساليب التغذية. بقول تاني المفهوم العلمي، خلينا مع بعض كده، هو الدراسة العلمية للغذاء وطرق وأساليب التغذية. تعال نشوف مع بعض هنا أهمية الغذاء. الغذاء بيمد جسم الكائن الحي بالطاقة، الغذاء يساعد في عملية النمو، الغذاء بيعمل على تعويض ما يفقد من خلايا الجسم. أنواع التغذية طبعا أنا عندي هنا تغذية ذاتية وتغذية غير ذاتية. التغذية الذاتية كما يحدث في النباتات الخضراء أثناء قيام النبات بعملية البناء الضوئي وتكوين المواد الكربوهيدراتية. التغذية غير الذاتية احنا بنقسمها لثلاثة. في عندي غير ذاتية أساسية أو عضوية، اللي هي أكلات عشب مثل الماعز والماشية، أكلات لحوم الذئب، الأسد، الفهد، النمر، متنوعة الغذاء مثال الإنسان. تعال نشوف مع بعض كده بالنسبة للتغذية الذاتية. والتغذية الذاتية تتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي امتصاص الماء والأملاح، ويتم ذلك عن طريق الشعيرات الجذرية. ما هي الشعيرة الجذرية؟ تعال نبص مع بعض كده. الشعيرة الجذرية ما هي إلا امتداد لخلية واحدة من خلايا البشرة. لو بصيت هنا على البشرة اللي موجودة في الجذر، ودي خلايا البشرة، بقول عليها البشرة أو بسميها الطبقة الوبرية. طب الشعيرة الجذرية عبارة عن إيه؟ قال لك الشعيرة الجذرية عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا البشرة بالنسبة لسعادتك. طبعا بتحتوي عندي هنا على فجوة عصرية زي أي خلية نباتية موجودة عندنا. أدي الفجوات العصرية اللي موجودة عندي. عندي هنا النيوكليس اللي هي عبارة عن النواة. طبعا لازم يكون عندي هنا السيتوبلازم. لو شفنا مع بعض كده انا عندي هنا بقول الطبقة الوبرية ايه، عندي هنا بقول شعيرة جذرية، عندي هنا فجوة عصارية، وعندي هنا النواة.
تمام. لما اجي ابص هنا في منتهى البساطه بالنسبه لنا ونشوف الدنيا فيها ايه، لما يقول لك طبعا انا عندي هنا الشعيره الجذريه، والشعيره الجذريه عباره عن امتداد لخليه واحده من، ايوه سامع اهو، من خلايا البشره. من خلايا البشره طولها حوالي 4 مللي بالنسبه لك، عمرها من بضعه ايام الى اسابيع. تعال نشوف هنا الطبقه اللي بتالي البشره اللي عباره عن القشره، وبص هنا الفرق بالنسبه لي بين البشره والقشره بالنسبه لسعادتك. البشره عباره عن صف واحد من خلايا برانشيميه، القشره عباره عن عده صفوف من خلايا برانشيميه، ويتخللها ايضا ما يعرف باسم المسافات البينيه. طبعا برضو عندي هنا بالنسبه لنا زي اي خليه موجوده عندنا تحتوي على فجوة عصرية وتحتوي على نواة بالنسبة لك. لما يجي يقول لي بقى اذكر الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية. الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية عبارة عن ايه؟ الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية عندنا عشان كلامنا يبقى واضح، اول حاجة جذورها رقيقة. لماذا؟ لتسمح بنفاذ الماء والاملاح. عددها كبير. لماذا؟ لتزيد من مساحة سطح الامتصاص. تفرز مادة غروية لزجة، هذه المادة الغروية اللزجة لتسهل لها الانزلاق بين حبيبات التربة وتعمل على تثبيت النبات في التربة. هنا تركيز المحلول داخل الشعيرة الجذرية بيختلف عن تركيز محلول التربة، وده بيساعد على انتقال الماء والأملاح من التربة إلى داخل الشعيرات الجذرية بالنسبة لنا. كان أي بقى أول مرحلة عندي هنا عملية امتصاص الماء والأملاح، وده بيتم عندي هنا عن طريق الشعيرات الجذرية. لما بص عندي كمان بالنسبة لنا المرحلة الثانية، المرحلة الثانية بالنسبة لك اللي هي عملية البناء الضوئي عندنا. عشان أتكلم عن البناء الضوئي يعني هتكلم عن تركيب الورقة، يعني هتكلم عن البلاستيدات. طبعا بقولها بمنتهى البساطة، تعال نشوف الأول بلاستيدة. البلاستيدة بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، بقولها بمنتهى البساطة، البلاستيدة بيكون لها غشاء اهو، ويكون عبارة عن غشاء مزدوج، وسمك هذا الغشاء حوالي 10 نانومتر. هذا الغشاء المزدوج. يوجد داخلها مجموعة من الحزم او الاقراص، انا بسميها اقراص الجيرانة، وكل حزمة هنا حوالي 15 قرص من اقراص الجيرانة بالنسبة لسعادتك. وعندي هنا في ارضية البلاستيدة مادة شفافة تعرف باسم الستروما. تعال بص معايا كده، انا عندي هنا بقول غشاء مزدوج، تمام، عندي هنا الجيرانا، عندي هنا الستروما، وفي عندي هنا حبيبات اهي، ودي عبارة عن حبيبات نشا، بالإضافة عندي هنا لشريط الحامض النووي اللي هو DNA. يبقى أنا بقول عندي هنا كلامي واضح، أنا عندي غشاء مزدوج، الجيرانا، الستروما، حبيبات نشا، عندي هنا DNA. طبعا هنا هذه البلاستيدة بتحتوي على العديد من الأصباغ اللي هم أصباغ البلاستيدات إيه؟ خليك معايا، عندي هنا كلوروفيل ألف، كلوروفيل ب، زانسوفيل، كاروتين. كلوروفيل ألف، كلوروفيل ب، زانسوفيل، كاروتين. ده لونه أخضر مزرق، أخضر مصفر، أصفر ليموني، أصفر برتقالي. هنا كلوروفيل ألف وب
نسبة وجودهم في البلاستيدة حوالي 70%، الزنسوفيل 25%، الكاروتين بنسبة 5% بالنسبة لك. دي أصباغ البلاستيدات. بقول أصباغ البلاستيدات: كلوروفيل ألف، كلوروفيل ب، زنسوفيل، كاروتين عندنا. طب تعال هنا بالنسبة لك برضو عاوز أوضح حاجة. في تفاعلات هنا بتحصل في البلاستيدات، تفاعلات بتحصل في أقراص الجرانة اللي هي التفاعلات الضوئية والعامل المؤثر الأساسي فيها الضوء، وفي تفاعلات بتحصل في أرضية البلاستيدة، تفاعلات لا ضوئية أو تفاعلات الظلام، والعامل المؤثر فيها الحرارة عندنا. لو جيت أبص عندي هنا بالنسبة لك يا دكتور لمخطط التفاعلات الضوئية، عشان ابص على مخطط التفاعلات الضوئيه بالنسبه لك يا دكتور يا محترم، انا عندي هنا بقول تعال نشوف هنا مخطط التفاعلات الضوئيه. هبدا عندي هنا الشمس او الطاقه الشمسيه اللي موجوده عندي هنا، بقولها بمنتهى البساطه اهو. الشمس بالنسبه لي عندي هنا هينبعث منها ايه يا دكتور يا محترم؟ طاقه ضوئيه. هذه الطاقه الضوئيه هيمتصها كلوروفيل ألف، هيتحول عندي هنا إلى كلوروفيل نشط، بقول عليه نشط أو مثار. جزء من الطاقة اللي موجودة عندي هنا يا دكتور يا محترم هتستخدم في عملية تحويل أو تستخدم في عملية شطر. لو بصيت هنا يا دكتور يا محترم، هنا تستخدم في عملية تحويل اهو ال A D B الى A T B. طبعا كلنا عارفين ال A T B العملة الفكة للطاقة بالنسبة لسعادتك، وال A D B انا بقول هنا الادينين داي فوسفات، يعني مركب ثنائي الفوسفات بالنسبة لسعادتك هيتحول الى مركب ثلاثي الفوسفات، بقول عليه ادينين داي فوسفات، ادنيوسين داي فوسفات، او مركبات الفوسفات عالية الطاقة. طب ماذا يحدث بس هنا اذا فقد ال A T B الطاقة؟ قال لك هيتحول تاني او يرجع تاني بالنسبه لسعادتك الى اي دي بي. الاي تي بي ده هنا بيحمل، خليك معايا، الطاقه للتفاعلات ايوه اللا ضوئيه. يحمل الطاقه للتفاعلات ايه؟ اللا ضوئيه. عندي هنا بيستخدم فيه شطر جزيء الماء الى اكسجين، ده بيتصاعد طبعا اثناء عمليه البناء الضوئي. وعندي هنا الهيدروجين بالنسبه لك يا دكتور يا محترم، وعندي جزيئات ال NADB اللي هي بتحمل الهيدروجين بالنسبه لك NADB H2، تحمل الهيدروجين للتفاعلات اللا ضوئيه. يبقى انا اقول عندي هنا مخطط التفاعلات الضوئيه، الشمس بينبعث منها طاقه ضوئيه، بيمتصها كلوروفيل الف، يتحول كلوروفيل ناشط او مثار، جزء من الطاقه اللي موجوده عندي هنا تستخدم في تحويل الاي دي بي الى اي تي بي بالنسبه لسعادتك. لو حبيت اوضح هنا حاجه بسيطه جدا بالنسبه لي، تعال بص كده يا دكتور، انا عندي هنا اي دي بي زائد بي زائد انرجي طاقه بالنسبه لسعادتك هيديني ATP اللي هو الأدنيوسين ثلاثي الفوسفات بالنسبة لسعادتك. طبعا هنا أنا قلت أنا عندي هنا في عندي تفاعلات ضوئية بتحدث في داخل أقراص الجرانة، وتفاعلات لا ضوئية العامل المؤثر لها الأساسي اللي هو الحرارة بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم. وعلى فكرة أنا بلاحظ إن التفاعلات اللا ضوئية بتعتمد على التفاعلات الضوئية في الحصول على الطاقة والحصول على الهيدروجين بالنسبة لسعادتك. هنا لما جيت اتكلم عن التغذيه، انا قلت التغذيه من العمليات الحيويه التي يقوم بها الكائن الحي بالنسبه لسعادتك. دي بسميها تغذيه ذاتيه بالنسبه لك يا دكتور يا محترم. انما التغذيه غير الذاتيه، عندنا المثال بتاعي في الكتاب بالنسبه لنا اللي احنا بنتكلم فيه عن الهضم في الانسان والتغذيه في الانسان والجهاز الهضمي. طبعا انا عارف هنا في منتهى البساطه بالنسبه لك عشان اتكلم عن التغذيه في الانسان والجهاز الهضمي عندنا، اولا الانسان يتميز بوجود جهاز هضمي راقي. هذا الجهاز الهضمي الراقي بالنسبه لك يا دكتور يا محترم اللي هو بيبدا عندي هنا بفتحه الفم بالنسبه لنا،
بعد كده في عندي هنا طبعا انا عارف ان الفم هنا بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم، الفم يتميز بوجود طبعا الاسنان ويتميز بوجود اللسان بالنسبه لك يا دكتور. عندي طبعا هنا في الفم ايه اللي بيحصل؟ الاسنان. قال لك في الاسنان بالنسبه لك تقوم بتقطيع وتمزيق وطحن الطعام وخلط الطعام باللعاب. وانا عارف طبعا ان اللعاب هنا بيفرز عن طريق ثلاث ازواج من الغدد اللعابيه بالنسبه لسعادتك، وعارف برضو ان اللعاب عندي هنا بيحتوي على انزيم اللي انا بقول عليه انزيم الايميليز او الطيالين بالنسبه لسعادتك. طبعا عندي هنا بالنسبه لك يا دكتور يا محترم، خليك معايا كده بمنتهى البساطه، لو انا جيت ابص كده للفم بالنسبه لك يا دكتور وتمزيق الطعام بالنسبه لسعادتك هنا، اولا هنا عمليه الهضم في الانسان او يتميز الانسان بوجود جهاز هضمي راقي بالنسبه لك، والهضم في الانسان بالنسبه لك يا دكتور يا محترم بيتم عن طريق مجموعه كبيره من الانزيمات بالنسبه لسعادتك. هبص عندي هنا يا دكتور يا محترم، بقول الهضم في الانسان بيبدا عندي هنا من فتحه الفم بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم، وطبعا الفم هنا بيتميز بوجود الاسنان بالنسبه لك يا دكتور. وعندي هنا برضو لو جيت ابص عندي هنا ثلاث ازواج من الغدد اللعابيه اهي اللي بتفرز عندي اللعاب بالنسبه لك، وبتصب هذا اللعاب في الفم. ادي عندي هنا يا دكتور يا محترم، بقول على دي غدد لعابيه، والغدد اللعابيه بتفرز اللعاب الذي يحتوي على انزيم الايميليز، بقول عليه انزيم الايميليز او انزيم الطيالين اللي هو بيحول النشا الى سكر مالتوز. بعد كده عندي هنا البلعوم بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم، والبلعوم انا بقول ان البلعوم يعتبر عضو مشترك بين الجهاز الهضمي وبين الجهاز التنفسي، لان تحت البلعوم عندي هنا عندي المريء وعندي القصبه الهوائيه بالنسبه لك. خلينا هنا انا بتكلم عن الجهاز الهضمي. يا دكتور انا عندي هنا المريء، والمريء بالنسبه لك عباره عن انبوبه رفيعه، هذه الانبوبه الرفيعه هي دكتور يا محترم طولها حوالي 25 سنتي. المريء انبوبه رفيعه طولها حوالي 25 سنتي بالنسبه لك، ويبطن من الداخل بخلايا طلائيه، هذه الخلايا الطلائيه بص كده تفرز ماده مخاطيه تسهل اهو مرور البلعه الغذائيه. عندي هنا كمان بالنسبه لك يا دكتور، بعد كده بيؤدي المريء عندي هنا الى المعده، عندي المعده اهي، هنا بياخد الطعام الى المعده، بيدخل الطعام الى المعده من خلال فتحه الفؤاد، وهنا بقول تاني ويخرج عندي هنا من المعده، والطعام الخارج من المعده اللي انا بسميه الكيموس من خلال فتحه البواب، او ممكن اقول هنا عضله الفؤاد او عضله البواب عندنا. طبعا عندي هنا بقول تاني بالنسبه بقى للمعده، المعدة بتفرز العصير المعدي، العصير المعدي، والعصير المعدي عندي هنا يا دكتور يا محترم اللي هو بيحتوي على ال HCl بالنسبة لسعادتك يا دكتور، اللي هو بيحول عندي هنا انزيم البيب سينوجين، وده انزيم غير نشط، إلى بيبسين نشط بالنسبة لسعادتك. طب هبص عندي هنا على البيبسين. البيبسين يا دكتور يا محترم هيبدا يحول عندي هنا البروتين الى عديد بيبتايد. طب تعال نبص كده على الكبد. طبعا بالنسبه للكبد بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم، والكبد انا عارف ان الكبد عندي هنا بيحتوي على حوصله اللي انا بسميها الحوصله الصفراويه او الحوصله المراريه بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم. طب هل يا دكتور عندي هنا في انزيمات موجودة عندي هنا في الكبد بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم؟ هل العصارة الصفراوية بتحتوي على انزيمات؟ العصارة الصفراوية لا تحتوي على انزيمات، وإنما هي عبارة عن مجموعة من الأملاح بالنسبة لسعادتك يا دكتور اللي أنا بسميها أملاح الصفراء بالنسبة لي. أملاح الصفراء دي بتعمل إيه؟
قال لك املاح الصفراء عندك هنا دي يا دكتور يا محترم بتحول الدهون اللي موجوده عندنا الى مستحلب دهن. لو انا جيت ابص عندي هنا على الحوصله المراريه بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم، او بسميها الحوصله الصفراويه اللي بتفرز العصاره الصفراويه وبتصب هذه العصاره الصفراويه في الاثنى عشر. اما بالنسبه للمعده، انا رجع تاني هنا للمعده بالنسبه لسعادتك يا دكتور، وانا قلت بقول المعده هنا بتفرز العصاره المعديه، هنا بتحتوي على الاتش سي ال والبيبسين، الاتش سي ال بيحول بيبسين وجين الى بيبسين، البيبسين بيحول بروتين الى سلسله من عديد البيبتايد. طب هنا الله، طب ما انا عندي هنا يعني عندي البيبسين هنا بيهضم البروتين يعني بيهضم اللحم، طب ما انا عندي الجدار بتاع المعده هنا ما بيتهضمش ليه؟ قال لك يا دكتور يا محترم عشان هنا الجدار بتاع المعده عندي هنا بالنسبه لك بيكون مبطن بطبقه مخاطيه تمنع او تحول دون وصول البيبسين النشط بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم الى جدار المعده اللي موجود عندنا هنا ده. طب عاوز اقول لك على حاجه كده بسيطه جدا بالنسبه لك، كما ان ايضا البيبسين اللي بيفرز عندي هنا بيفرز في صوره غير نشطه بالنسبه لك. يبقى انا عندي هنا ده بالنسبه للمعده بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم. تعالى نتنقل هنا الجزء بسيط جدا جدا اللي هو عباره عن البنكرياس. البنكرياس لو جيت ابص هنا على البنكرياس بالنسبه لسعادتك اهو يا دكتور يا محترم اللي هو بيفرز العصاره البنكرياسيه بالنسبه لك، ولو بصت جيت ابص هنا عندي هنا على العصاره البنكرياسيه ويفرز ايضا عندي هنا بقول تاني اللي هي بيكربونات الصوديوم. هيفرز ليه بيكربونات الصوديوم عندنا؟ لان انا عندي هنا الطعام اللي خارج عندي هنا من المعده الوسط بتاعه للاثنى عشر، الوسط بتاعه هنا عباره عن وسط حامضي اللي هو الكيموس. طب انا عندي هنا العصارات المعويه المفروض ما بتشتغلش الا في وسط ايه؟ قلوي. فهنا هنا بيفرز بكربونات الصوديوم بالنسبه لسعادتك لتجعل هذا الوسط وسط قلوي بالنسبه لسعادتك، طور البي اتش بتاعته بتبقى 8. هبص كمان هنا بالنسبه للعصاره البنكرياسيه بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم. العصارة البنكرياسية بقولها في منتهى البساطة بتحتوي على مجموعة كبيرة من الانزيمات بالنسبة لنا اللي بتلعب دور اساسي في عملية الهضم بالنسبة لك يا دكتور يا محترم. وطبعا هنا عاوز اقول معلومة بسيطة جدا جدا، لو جينا نتعرف كده على انزيمات العصارة البنكرياسية. من انزيمات العصارة البنكرياسية عندي هنا، عندي هنا انزيم الايميليز. هتقول لي ما احنا اتكلمنا على الايميليز هنا في الفم بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم، معلش. بقول هنا انزيم الايميليز البنكرياسي بالنسبه لسعادتك بيحول عندي هنا النشا والجلايكوجين لسكر مالتوز اللي هو عباره عن سكر الشعير. وعندي كمان هنا انزيم التريبسين. انزيم التريبسين بالنسبه لسعادتك يا دكتور هبيحول عندي هنا البروتين الى عديد بيبتايد، او بقول عديد بيبتيد مش بتفرق معايا كتير. عندي هنا انزيم اللايبيز اللي هو بيحول عندي هنا المستحلب الدهني لاحماض دهنيه زائد جليسرين. تعال بص هنا عاوزك تاخد بالك من حاجه بسيطه قوي قوي. انا عندي هنا بيبسين وعندي هنا تريبسين، ده بيحول البروتين لعديد بيبتايد وده بيحول البروتين لعديد بيبتايد. طب ايه الفرق؟ انا عاوز اعرف هنا وجه التشابه وجه الاختلاف بينهم ايه. بص يا دكتور يا محترم، التشابه ان الاثنين بيحولوا البروتين لعديد بيبتايد. طب الاختلاف عندي هنا في ايه؟ ان البيبسين عندي هنا بالنسبه لسعادتك بيعمل في وسط حامضي في المعده البي اتش بتاعته من 1.5 لـ 2.5 بالنسبه لسعادتك. طب وهنا؟ قال لك ده بيعمل في وسط قلوي وقلوي قوي كمان بالنسبه لك دكتور البي اتش بتاعته 8. شفت بقى هنا عشان تعرف اهميه البي اتش، اهميه الاس الهيدروجيني اللي موجود عندنا. تعالى بص كده يا دكتور يا محترم، انا عندي هنا البنكرياس
قلنا البنكرياس بيفرز العصارة البنكرياسية بالنسبة لك يا دكتور، وبيفرز أيضا بيكربونات الصوديوم بالنسبة لك، وبقولها بمنتهى البساطة بالنسبة لسعادتك، بيكربونات الصوديوم بتخلي الوسط اللي عندي عبارة عن وسط قلوي بالنسبة لك يا دكتور يا محترم، البي اتش بتاعته 8، وعندي بعد كده الانزيمات اللي موجودة في العصارة البنكرياسية اللي بتساعد في إتمام عملية الهضم. وبقول لك بمنتهى البساطة اصحالي شوية كده الله يخليك، نصحى مع بعض شوية كده. اولا جميع عمليات الهضم اللي بتحصل عندي هنا سواء حصلت في الفم او حصلت في المعدة او هتحصل في الامعاء، جميع العمليات دي بالنسبة لسعادتك بتتم عن طريق ما يعرف باسم التحلل المائي، يعني المية اساسية وضرورية هنا لاتمام عملية الهضم اللي موجودة عندنا يا دكتور يا محترم. تعال بص معايا تاني بالنسبة لك، هيبدأ الطعام هنا ينتقل للإثنى عشر بالنسبة لنا، بعد كده عندي هنا الأمعاء الدقيقة بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم. عشان أبص عندي هنا على الأمعاء الدقيقة أهي طولها حوالي 8 متر ويفرز فيها آخر نوع من العصارات الهاضمة اللي أنا بسميها العصارة ال، أيوة سامعك أهو، العصارة المعوية، برافو عليك. العصارة المعوية بتحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الانزيمات، ومن هذه الانزيمات بالنسبة لك انزيمات السكريات الثنائية، انزيمات السكريات الثنائية اللي هي بتحول السكر الثنائي او كل جزيء سكر ثنائي بتحوله لاتنين جزيء سكر، ايوه سامعك اهو، ايوه بتقول ايه، سكر احادي، برافو عليك. هبص انا عندي هنا بقولها اهو في منتهى البساطة بالنسبة لنا، انزيم المالتيز واللاكتيز والسكريز، والانزيمات ديت اساميها مشتقة من اسم السكر اللي هي بتكسر. فانا عندي هنا بقول مالتيز بيحول المالتوز لاتنين جزيء جلوكوز، هنا اللاكتيز بيحول اللاكتوز، هنا السكروز، هنا واحد جزيء جلوكوز زائد جالاكتوز، هنا جلوكوز زائد فركتوز بالنسبة لسعادتك. دي بقول عليها انزيمات السكريات الثنائية اللي بتحول جزيء السكر الثنائي لاتنين جزيء سكر احادي. عندي كمان انزيم البيبتيديز اللي بيحول عديد البيبتايد الى ايه؟ ايوه سامعك اهو، الى احماض امينية. تمام؟ عندي كمان انزيم الانتيروكاينيز، وقف هنا وقفة كده بسيطة، انزيم الانتيروكاينيز ليس من الانزيمات الهاضمة، هو كل اللي بيعمله بينشط انزيم التريبسينوجين غير النشط وبيحوله الى تريبسين نشط بالنسبة لسعادتك. عندي هنا طبعا لو بصيت لكده ادي الامعاء الدقيقة، هنا الامعاء الغليظة، عندي هنا المستقيم، وعندي هنا الشرج، عاوز تضيف دول بالنسبة لي مفيش مشاكل، دي الزائدة الدودية، وعندي هنا بنقول عليه الأعور. يبقى ببص تاني كده نظرة سريعة كده بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، ونبص عندي هنا على الهضم في الإنسان بالنسبة لك يا دكتور. أنا هنا بالنسبة الهضم في الإنسان بيتم عن طريق مجموعة كبيرة من الإنزيمات، الإنزيمات عبارة عن مواد بروتينية بتعمل عمل العوامل المساعدة دون أن يطرأ عليها أي تغيرات بالنسبة لي. وأنا قلت هنا ببدأ عندي هنا فين؟ أنا ببدأ عندي هنا من الفم بالنسبة لك هو يا دكتور، تاني بسرعة كده، في الفم يتم تقطيع وتمزيق وطحن الطعام وخلط الطعام باللعاب، واللعاب بيحتوي على إنزيم الإيميليز اللي هو بيحول النشا اللي عندي هنا إلى سكر مالتوز اللي هو عبارة عن سكر الشعير عندنا. عندي ثلاث أزواج من الغدد اللعابية بتصب في الفم، عندي البلعوم عضو مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، هنا المريء أنبوبة رفيعة طولها حوالي 25 سم بالنسبة لك، بيدخل الطعام إلى المعدة من خلال فتحة الفؤاد، هنا يدخل الطعام ينتقل إلى المعدة ويخرج عندي هنا من خلال فتحة البواب، والطعام الخارج من الوعدة الوسط بتاعه عبارة عن وسط حامضي، وقفنا هنا هنا بيخرج الطعام إلى الإثنى عشر حيث يصب العصارة البنكرياسية بالنسبة لك يا دكتور اللي هي بتفرزها هنا الحوصلة الصفراوية الموجودة عندي هنا في الكبد بالنسبة لك،
بعد كده عندي يا دكتور يا محترم ادى الكبد موجود عندي، ادى الحوصلة الصفراوية هنا، البنكرياس بالنسبة لنا اللي هو بيفرز العصارة البنكرياسية برضو اللي بيصبها في الاثنى عشر وبيفرز بكربونات الصوديوم، ينتقل بعد كده الطعام الى الامعاء بالنسبة لسعادتك حيث تتم عملية الهضم بالنسبة لك يا دكتور يا محترم، اخر مرحلة في مرحلة الهضم، وتبطن هذه الامعاء هنا، هذه الامعاء الدقيقة بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، بتبطن هذه الامعاء الدقيقة بالخملات، والخملات بالنسبة لسعادتك عبارة عن زوائد اصبعية دقيقة تتكون من خميلات تقوم بعملية امتصاص المواد الغذائية اللي موجودة عندنا يا دكتور يا محترم. عاوزك برضو تاخد بالك ان هنا في جدر الامعاء الغليظة اهو بتوجد بعض التحززات بالنسبة لك يا دكتور، وهذه التحززات بتساعد في عملية امتصاص المية بالنسبة لك، كمان في بعض انواع من البكتيريا موجودة في المنطقة دي بالنسبة لك بتعمل على تحليل المواد العضوية اللي موجودة عندي في المخلفات بتاعة الطعام. بس خد بالك يا دكتور يا محترم، هنا بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، عملية الماء امتصاص الماء لا يتم الا في الامعاء الغليظة. طب ليش معنى يعني؟ طب انا عندي الاكل اهو والدنيا زي الفل. قالك لان جميع عمليات الهضم السابقة تتم، ايوه سامعك اهو، عن طريق التحلل المائي. بتنقل في جزئية بسيطة في نهاية هنا الفصل الأولاني ده بالنسبة لك يا دكتور، اللي أنا بتكلم فيها عن عملية إيه؟ الأيض. ما المقصود بالأيض؟ الأيض أو التمثيل الغذائي هو إحدى العمليات الحيوية البيوكيميائية ماشي التي تحدث داخل جسم الكائن الحي، وإذا لم تتم هذه العملية بالنسبة لك يؤدي ذلك إلى موت الكائن الحي، لأن الغرض من العملية دي إيه؟ الاستفادة من المواد الغذائية. وهذه العملية مالها؟ قال لك هذه العملية تتم على مرحلتين، عملية الهدم وعملية البناء بالنسبة لك، والغرض والهدف الأساسي من الهدم هو توفير الطاقة، لأن أنا بكون عندي جزيء مثلا زي جزيء الجلوكوز بالنسبة لك بكسر الروابط الكيميائية وخرج الطاقة اللي موجودة فيه. البناء بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم تحويل الجزيئات صغيرة الحجم إلى جزيئات كبيرة الحجم عندنا، وبكده بتكون تمت عملية إيه؟ الأيض أو التمثيل الغذائي اللي موجود عندي. اتكلمنا طبعا عن التغذية بالنسبة لسعادتك، هنبدأ نتكلم عن النقل في الكائنات الحية بالنسبة لك يا دكتور. عشان أتكلم عن النقل في الكائنات الحية، طبعا زي ما اتكلمنا في التغذية بدأنا بالنبات وبعدين اتكلمنا عن الإنسان. أولا النقل يعتبر من العمليات الحيوية الهامة التي يقوم بها الكائن الحي، حيث يتم من خلالها نقل المواد الغذائية، نقل الأكسجين، نقل المواد الإخراجية، نقل الفضلات بالنسبة لك، نقل ثاني أكسيد الكربون، عمليات النقل بتتم داخل جسم الكائن الحي عندنا. بس عشان هنا اتكلم عن النقل في النبات بالنسبة لك يا دكتور، مفروض ان انا بتعرف عندي هنا على قطاع في ساق نبات حديث من ذوات الفلقتين. طب ابص هنا بالنسبة لك، عشان اتكلم عن قطاع في ساق نبات من ذوات الفلقتين هبص كده دكتور يا محترم، اول حاجة عندي هنا اللي هي خلايا البشرة بالنسبة لسعادتك، والبشرة بقول عبارة عن صف واحد من خلايا نوعها ايه؟ خلايا برانشيمية، شكلها ايه؟ برميلية الشكل. وهذه الخلايا البرانشيمية بالنسبة لك يا دكتور، برميلية الشكل بالنسبة لك بقولها بمنتهى البساطة، تغطى هذه الخلايا بطبقة اهي رقيقة من الكيوتين، طبعا لتقليل فقد النبات للماء بالنسبة لسعادتك. هنا بقول انا عندي هنا البشرة، وانا بقول البشرة عبارة عن صف واحد من خلايا برانشيمية، بعد كده عندي هنا القشرة، ونركز مع بعض كده عشان نشوف الفرق بين الخلايا عندي هنا بتاعة القشرة والخلايا بتاعة البشرة عندنا. في عندي هنا خلايا بقول عليها خلايا كولانشيمية، خلايا ايه؟ كولانشيمية. الخلايا الكولانشيمية بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، هذه الخلايا قد تكون مغلظة عند الأركان،
إذن هنا لها أيضا وظيفة دعامية. أدي خلايا كولانشيمية، خلايا كولانشيمية عند سعادتك هي دكتور مغلظة هنا عند الأركان اهي، طب وبعدين قال لك بعد كده في عندي خلايا اخرى اهي بقول عليها خلايا بارنشيمية رقيقة الجدار بالنسبة لسعادتك، ويتخللها مسافات بينية بالنسبة لك يا دكتور يا محترم. طبعا الخلايا دي يعني لما بنيجي نرسمها لازم بيكون بين الخلايا والتانية في عملية تماس بين الخلايا وبعضها بالنسبة لنا. دي خلايا هنا كولانشيمية، عندي دي خلايا بقول عليها خلايا بارنشيمية بالنسبة لك يا دكتور يا محترم. تعال بص عندي هنا آخر صف عندي هنا في القشرة اهو، آخر صف عندي في القشرة اهو اللي أنا بسميه الغلاف النشوي. والغلاف النشوي بميزه بس حاجة كده بسيطة اللي هو بقول عليه باين من اسمه غلاف ايه؟ نشوي، اللي بيحتوي على حبيبات النشا عالية الطاقة. تعال بص معايا أنا قلت إيه بقى هنا؟ أنا عندي هنا البشرة دي خلايا ها سامعك اهو بارنشيمية برميلية الشكل بالنسبة لك، عندي هنا خلايا كولانشيمية مغلظة عند الأركان، خلايا بارنشيمية، وعندي هنا بقول اهو الغلاف النشوي. دول بالنسبة لي كده من اول هنا كده لحد هنا اهو يا دكتور يا محترم انا بسميهم القشرة. بعد القشرة عندي هنا الاسطوانة الوعائية بالنسبة لسعادتك. في عندي خلايا اهي، اللي هي هنا بقول عليها البريسايكل. والبريسايكل لو انا بصيت كده يا دكتور يا محترم عبارة عن حزم من خلايا برانشيمية وحزم من الالياف بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم. خلايا برانشيمية مع حزم من الالياف. تمام. تعال بص بعد كده، وهذه الالياف طبعا عشان تكسب الساق المرونة، الهواء يجيبه كده، الهواء يجيبه كده ما يتكسرش. تعالى بعد كده عندي هنا اهي يا دكتور يا محترم خلايا اهي قد تكون خماسية او سداسية اللي انا بقول عليها نسيج اللحاء. وانا طبعا عارف ان نسيج اللحاء بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم هو المسؤول عن حمل ونقل ايه؟ سمعني كده، حمل ونقل المواد الغذائية عالية الطاقة اللي هي المواد الكربوهيدراتية التي تم تكوينها أثناء عملية البناء الضوئي. طبعا هنا النسيج ده بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم اللي هو نسيج اللحاء عبارة عن خلايا غربالية، ويلتصق بكل خلية غربالية خلية أخرى بقول عليها خلية إيه؟ خلية مرافقة. الخلية المرافقة بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، الخلية المرافقة بتحتوي على نواة كبيرة الحجم، لأن عندي هنا يا دكتور يا محترم الخلايا الغربالية. الخلايا الغربالية، بقول الخلايا الغربالية بالنسبة لك هي عبارة عن خلايا تكون كثيرة الثقوب، تكون عديمة النواة. ولذلك بيلتصق في بكل خلية غربالية خلية مرافقة بالنسبة لك يا دكتور يا محترم. هذه الخلية المرافقة بالنسبة لك وظيفتها تنظيم العمليات الحيوية التي تحدث داخل
الخلايا الغربالية بالنسبة لك دكتور يا محترم. ما تنساش، بقول تاني ان الخلايا الغربالية عديمة النواة، ولذلك بيلتصق بكل خلية غربالية خلية مرافقة لها نواة كبيرة الحجم بالنسبة لنا. تعال نبص مع بعض على حاجة تانية كده. هي دكتور يا محترم، اللي انا بقول عليه الكامبيوم. نعم، تقول لي انا اول مره اسمع الكلام ده. لا، اصحى معايا شويه كده، خلاص امتحاناتك قربت اهي، وامتحاناتك جميله وربنا يوفقك ان شاء الله الرحمن. عشان اتكلم عن الكامبيوم بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم. الكامبيوم من الانسجه الميريستيميه. هتقول لي ايه يا مستر ميريستيميه؟ بقول لك انسجه ميريستيميه دي عباره عن انسجه انشائيه. انسجه ميريستيميه يعني انسجه ايه؟ انشائيه. يعني ايه؟ يعني بتساعد في انشاء وبناء الانسجه المجاوره لها بالنسبه لساعتك او الانسجه الاخرى عامه. هبص عندي هنا يا دكتور يا محترم، يبقى انا قلت هنا ده بالنسبه لي عباره عن البريسايكل، والبريسايكل عباره عن حزم من الالياف بالنسبه خلايا برانشيميه مع حزم من الالياف. عندي هنا نسيج اللحاء، عندي هنا الكامبيوم اللي هو بقول تاني عشان ما ننساش بالانسجه الميريستيميه. تعال بص لي كده على نسيج الخشب. نسيج الخشب بالنسبه لك يا دكتور يا محترم، وانا عارف ان بقول نسيج الخشب هو المسؤول عن حمل ونقل الماء والاملاح من الجذر الى الساق الى الاوراق. وطبعا هنا المفروض ان بترسب على نسيج الخشب ماده ايه؟ ماده اللجنين بالنسبه لسعادتك التي تكسب نسيج الخشب الصلابه، لان هنا بالنسبه لك الخشب يعتبر، ايوه سمعني سامع انا، ايوه اهو، الخشب يعتبر من الانسجه الدعاميه التوصيليه. طبعا دعاميه لان بترسب على جدر اوعيه الخشب ماده اللجنين، ماشي الكلام، لتعطي هنا تعطيها القوه والصلابه. بينما نسيج الخشب هو المسؤول عن حمل ونقل الماء والاملاح من الجذر الى الساق الى الاوراق. هنا بالنسبه لك يا دكتور يا محترم، دي بقول عليه خشب ثانوي، وده بقول عليه خشب ابتدائي، او بقول عليه خشب اولي بالنسبه لسعادتك. طبعا هنا الخشب بالنسبة لك يا دكتور يا محترم. بعد كده عندي هنا في المركز هنا يا دكتور، لو جيت ابص كده نسيج اهو اللي انا بقول عليه نسيج، ايوه، وخلايا برانشيمية اهي اهي، بقول عليه نسيج النخاع. وطبعا هنا هلاقي هنا برضو خلايا هنا جنب الحزم النوعية دي، خلايا اهي بقول عليها خلايا برانشيمية بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم اهو. والخلايا البرانشيمية اللي عندي هنا اللي هي جنب الخشب هقول عليها برانشيما الخشب، واللي جنب هنا اللي جنب اللحاء بسميها برانشيم اللحاء بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم. ودي بقول بسميها هي دكتور يا محترم اهو يا دكتور، اللي بتمتد من عندي من هنا من النخاع لحد ما بتوصل فوق عندي هنا يا دكتور يا محترم، دي بسميها أشعة نخاعية. طب والنخاع ده لازمته ايه؟ قالك النخاع ده بيقوم بعملية هنا الخزن المؤقت للمواد الغذائية بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم. تعال نشوف بقى من أول هنا لحد هنا بالنسبة لك، دي أنا بسميها الأسطوانة الوعائية.
تعال بص كده يا دكتور يا محترم، يبقى انا هتكلم كده بسرعه تاني. انا عندي هنا خلايا بقول عليها خلايا برانشيميه برميليتي الشكل رقيقه الجدار، خلايا كولانشيميه مغلظه عند الاركان، خلايا هنا برانشيميه برضو بالنسبه لك، عندي الغلاف النشوي اللي بيحتوي على حبيبات النشا عاليه الطاقه اللي بتساعد في عمليه النقل النشط. لو نفتكر النقل النشط اتكلمنا عنه قبل كده، هي الطاقه اللازمه لاجبار المواد على الانتقال ضد تدرج التركيز، وعشان كده ساعات بيسموها طاقه الاجبار. عندي برضو هنا نسيج اللحاء اللي مسؤول عن حمل ونقل المواد الغذائية عالية الطاقة اللي تم تكوينها أثناء عملية البناء الضوئي. عندي نسيج الخشب بالنسبة لك يا دكتور هو المسؤول عن حمل ونقل الماء والأملاح بالنسبة لسعادتك يا دكتور من الجذري إلى الساقي إلى الأوراق. الورقة تعمل عملية بناء ضوئي، بعد كده ياخد هذه المواد الكربوهيدراتية الناتجة من عملية البناء الضوئي بيتم توزيعها على جميع أجزاء النبات عن طريق إيه؟ عن طريق نسيج اللحاء. طب أنا عاوز أتكلم برضو بفكرك بحاجة بسيطة جدا ما تنساهاش عشان يسأل فيها في امتحاناتك يا دكتور، العوامل التي تساعد في عملية صعود العصارة أو صعود الماء والأملاح من الجذر إلى الساق إلى الأوراق. عندي عدة عوامل بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، العوامل التي تساعد في صعود العصارة أو الماء والأملاح أو بسميها العصارة النيئة. ماشي الكلام؟ هقول عندي هنا يا دكتور يا محترم أهو، واحد الضغط الجذري، وبقول ان الضغط الجذري ليه تأثير محدود في صعود العصارة لان اقصى ضغط عندي عبارة عن ايوه 2 ضغط جوي بالنسبة لك، وعندي النباتات معرضة للبذور قد تكون ايضا عديمة الضغط. عندي الضغط الجذري بالنسبة لك، عندي هنا كمان بالنسبة لك هنا دكتور خاصية التشرب وبرضه تأثيرها محدود لان الماء يفضل الماء والاملاح المر داخل الاوعية عن عبر الانسجة عندنا. عندي كمان الخاصة الشعرية ويصعد الماء عبر الأنابيب الضيقة ويقصد بها أنابيب الخشب بالنسبة لسعادتك متناهية الدقة بالنسبة لك، وبقولها هنا في منتهى البساطة الخاصية الشعرية ليها تأثير ثانوي في صعود العصارة لأن أقصى ارتفاع للماء في أضيق الأنابيب الشعرية أو سمعك بتقول أهو أيوه برافو عليك لا يزيد عن 150 سنتي بالنسبة لسعادتك يعني متر ونص، وعندي أشجار ارتفاعها عشرات الأمتار. اخر حاجه واهم حاجه بالنسبه لسعادتك يا دكتور اللي هي نظريه التماسك والتلاصق وقوه الشد الناشئه عن النتح. في قوة تماسك بين جزيئات الماء وبعضها، وفي قوة تلاصق بين جزيئات الماء وجدر أوعية الخشب بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم. وفي قوة شد ناشئة عن النتح نتيجة لقيام النبات بعملية النتح، واحنا فاكرين بفكرك حاجة بسيطة النتح ده هناخده في الإخراج في الترم الجاي إن شاء الرحمن، النتح هو فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء بالنسبة لك، فالورقة عاوزة تعوض المية اللي فقدتها أثناء النتح بالنسبة لك، فبتنشأ قوة بسميها قوة إيه؟ قوة شد ناشئة عن النتح. برضو عاوز افكرك بحاجة بالنسبة لك يا دكتور بالنسبة للنقل في الانسان. النقل في الانسان بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم بقولها بمنتهى البساطة، النقل في الانسان بيتم عن طريق جهازين، الجهاز الدوري والجهاز ايوه سامعك اهو الجهاز الليمفاوي. الجهاز الدوري بالنسبة لك يا دكتور يا محترم يعني هتكلم عن القلب والأوعية الدموية والدم. القلب عبارة عن ايه؟ عضو عضلي بيوجد فيه تجويف الصدر بالنسبة لسعادتك ويحاط بغشاء رقيق، يعرف هذا الغشاء باسم غشاء الطامور بالنسبة لسعادتك، ويوجد داخل هذا الغشاء سائل بسميه سائل مصلي بالنسبة لك. هذا السائل بالنسبة لنا يسهل حركة القلب. هرسم رسم كروكي كده بسيط جدا يا دكتور يا محترم يوضح لي بس هنا احنا بنتكلم في ايه بالنسبة لك يا دكتور. فانا عندي بقول القلب بالنسبة لنا عبارة عن عضو عضلي يوجد فيه تجويف الصدر بالنسبة لك ويحاط بغشاء يعرف باسم غشاء الطامور. لما ابص عندي هنا على القلب بالنسبة لك يا دكتور يا محترم الاقي القلب عندي هنا عبارة عن أذينين وبطينين بالنسبة لسعادتك يا دكتور. عندي هنا طبعا خد بالك ان جدار الأذين يكون اقل سمكا من جدار البطين لان الأذين عندي هنا بيستقبل الدم بالنسبة لك يا دكتور، اما البطين هنا بالنسبة لنا بيضخ الدم. طبعا هنا مفروض نبقى ملاحظين حاجة بسيطة جدا بالنسبة لك يا دكتور ان انا عندي هنا
يوجد بين الأذين والبطين بيوجد صمام، هذا الصمام يسمح بمرور الدم من الأذين إلى البطين ولا يسمح بالعكس بالنسبة لك دكتور يا محترم. عندي برضو حاجة بسيطة جدا، لو جيت أبص هنا يا دكتور أنا عندي هنا غشاء أهو اللي هو بيحيط بالقلب بالنسبة لك، اللي أنا بسميه غشاء التامور بالنسبة لسعادتك يا دكتور، والذي يحوي بداخله سائل مصلي، ده بيعمل على حماية القلب بالنسبة لك يا دكتور. في عندي هنا يوجد بين الأذين والبطين، لو أنا ركزت كده بقول عندي هنا ده أذين، أيوة سمعك أهو، برافو عليك، أذين أيمن، وده بالنسبة لي بقول عليه بطين أيمن بالنسبة لسعادتك، وهنا بالنسبة لنا ده بقول عليه صمام ثلاثي، أيوة الشرفات، يعني في ثلاث فتحات موجودين عندهم يا دكتور يا محترم، وهذا الصمام يسمح مرور الدم، ايوه سامعك، ايه من الاذين الى البطين ولا يسمح بالعكس. في عندي هنا جزئيه بسيطه اهو، في عندي هنا صمام صغير بقول عليه صمام هلالي صغير، وهتكلم عنه دلوقتي بالنسبه لك، ده وريد، وريد اجوف، ايوه برافو، علوي، وانا عندي هنا وريد اجوف سفلي. بص لي هنا دول يا دكتور يا محترم، بقول لك بمنتهى البساطه الاورده الرئويه الاربعه، وعندي هنا بقول اذين ايسر، عندي هنا صمام ثنائي، ثنائي الشرفات، يعني في فتحتين اتنين، صمام هلالي صغير اهو، صمام هلالي صغير، عندي هنا بقول عليه بطين ايسر، تعال بص كده هنا غشاء التامور، وطبعا هنا في الياف عصبيه موجوده عندي هنا بالنسبه لسعادتك، هتتصل بيه، عندي هنا العقده الجيب اذينيه بالنسبه لنا. طبعا هنا بالنسبة لك لو انا جيت ابص هنا بالنسبة لمسارات الدورة الدموية، مسارات الدورة الدموية انا عندي ثلاث مسارات للدورة الدموية، اللي هي الدورة الرئوية الصغرى بالنسبة لسعادتك، وانا ممكن اقول حاجة بسيطة جدا بالنسبة لنا، ركز معايا كده، بالنسبة للدورة الرئوية الصغرى ايه اللي بيحصل؟ الدم يا باشا بيطلع هنا يا دكتور، الدم هيطلع من القلب هيروح للرئتين ويرجع من الرئتين للقلب مرة تانية، يعني وهبدأ من هنا، بقول هبدأ من هنا بالنسبة لسعادتك وهنتهي هنا، عاوزك تركز معايا كده بالنسبة لنا، الدورة الرئوية ببدأ عندي هنا من البطين الأيمن وهنتهي بالأذين الأيسر، اللي بيحصل عندي هنا بينقبض البطين الأيمن، يندفع الدم هنا يا دكتور يا محترم في الشريان الرئوي، الشريان الرئوي يقوم بتوصيل، برافو عليك، توصيل الدم إلى الرئتين، توصيل الدم إلى الرئتين، في الرئتين يتم تحميل الدم بالأكسجين، ويعود الدم إلى القلب مرة أخرى عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة، عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة التي تصب في الأذين هنا الأيسر. أما الدورة الجسمية الكبرى، هبدأ هنا بالبطين الأيسر وهنتهي هنا بالأذين الأيمن بالنسبة لنا. اللي بيحصل بالنسبة لك بينقبض عندي هنا البطين، ينقبض البطين الأيسر، يندفع الدم في الأورطة الذي يقوم بتوزيع الدم على جميع أجزاء الجسم بالنسبة لك يا دكتور يا محترم، يقول توزيع ثم يعود الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب مرة أخرى عن طريق الوريدان الأجوفان، اللي هو الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي بالنسبة لسعادتك. أما الدورة هنا البابية الكبدية، ببدأ من الخملات اللي موجودة عندي هنا في الأمعاء بالنسبة لك يا دكتور، وبنتهي عندي هنا في الوريد الأجوف السفلي من الجهة العليا. طبعا احنا اتكلمنا في النقل بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم، واتكلمنا عن نقل في النبات والنقل في هنا الانسان بالنسبة لسعادتك يا دكتور، واحنا عارفين بقولها في منتهى البساطة تاني، بقول ان القلب بحجم قبضة ايه؟ اليد بالنسبة لسعادتك يا دكتور. وطبعا هنا بقول لك هنا لما اقول فسر، عند سماع دقات القلب بسماعة الطبيب يمكن تمييز صوتين، احداهما طويل وغليظ والاخر حاد وقصير. الصوت الطويل الغليظ نتيجة لغلق الصمامات الموجودة بين الاذينين والبطينين، الحاد القصير نتيجة لغلق الصمامات الهلالية الصغيرة الموجودة بين البطين الايمن والشريان الرئوي وبين البطين الايسر والاورطة.
تعال نشوف برضو جزئية بسيطة جدا بالنسبة لك يا دكتور يا محترم، اللي أنا بتكلم فيها عن التنفس بالنسبة لنا. وبقول في منتهى البساطة إن التنفس بالنسبة لك يا دكتور يعتبر من العمليات الحيوية التي يقوم بها الكائن الحي. التنفس عندنا هنا بقولها في منتهى البساطة، لما أقول التنفس الخلوي أو بقول التنفس الهوائي بالنسبة لسعادتك. التنفس الخلوي أو التنفس الهوائي بالنسبة لك يا دكتور هنا بيتم على ثلاث مراحل عندنا. أول حاجة عندي هنا انشطار الجلوكوز ودورة كريبس ونقل الإلكترون. ولو انا جيت هنا ببساطة جدا جدا، التنفس الخلوي بقولها في منتهى البساطة انشطار جزيء الجلوكوز، بينشطر جزيء الجلوكوز اللي موجود عندنا هنا ويتحول هذا الجزيء بالنسبة لك لاتنين جزيء من حامض البيروفيك، بس ما بيبقاش هنا تحويل مباشر بالنسبة لنا. بعد كده انا عندي هنا حمض البيروفيك اللي موجود عندي هنا بالنسبة لك الطور هيبدأ يخش في دورة كريبس بالنسبة لك. لما اقول عندي هنا بقول عندي هنا جلوكوز. اه يا دكتور يا محترم، هنشطر الاثنين جزيء عندي هنا من حمض البيروفيك. بعد كده هنا تتحول لمجموعة أسيتيل تتحد مع مساعد الإنزيم ألف أو بسميه كو إنزيم A. عندي هنا بالنسبة لك هنا حمض السيتريك، حمض اكسالو اسيتيك، وثلاث مركبات وسطية عندي هنا. هوضح لك الكلام ده كده بسرعة بس عشان وقتكم وقتنا. هنا بالنسبة لك الطور ثلاث مركبات وسطية اللي هو ايه، حمض كيتو جلوتاريك، هنا حمض الساكسينيك، وهنا حمض الماليك. عاوزك تبص معايا كده بسرعه ونركز مع بعضنا شويه. هنا بالنسبه لك الجلوكوز انا عارف طبعا جزيء الجلوكوز يا دكتور يا محترم، هنا في ست ذرات كربون بالنسبه لك، ادي 1 2 3 4 ادي 5 ادي 6. بكسر الرابطه اللي في النص دي بالنسبه لك. انا عامه بكسر الرابط ليه؟ عشان اخرج الطاقه المختزنه في هذه الروابط الكيميائيه. بقسمه لاثنين جزيء، كل واحد فيه كام كربون؟ 3 كربون بالنسبه. يبقى انا عندي هنا اثنين جزيء اهي، كل جزيء فيه 3 ذرات كربون. الثلاث ذرات دول بكسر الرابطه دي واخرج ذره كربون في صوره ثاني اكسيد كربون، واكسر الرابطه دي واخرج ذره كربون في صوره ثاني اكسيد كربون، يبقى المركب اللي عندي فاضل فيه كام ذره كربون؟ 2 كربون بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم. تعال بص ايه اللي استفدته عندي هنا. هنا بطلع طاقه قدرها 2 اي تي بي، وهنا طاقه قدرها 2 ناد اتش. هنا بالنسبه لك انا خرجت هنا بالنسبه لسعادتك 2 جزيء ثاني اكسيد الكربون، من كل جزيء خرجت ذره كربون، وعندي هنا برضو طاقه 2 ناد اتش بالنسبه لك يا دكتور. ده مركب ثنائي الكربون بالنسبه لك. عندي الاكزالو اسيتيك ده مركب رباعي الكربون، لما يتحد ثنائي مع رباعي هيديني هنا 6 كربون بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم، اللي هو حمض السيتريك، ودي بسميها دوره حمض السيتريك. وركز لان دي اللي هي عباره عن ايه؟ دوره كريبس للعالم السير هانز كريبس اللي خد عليها جائزه نوبل بالنسبه لنا. هاجي هنا بالنسبه لك برضو اخرج من هنا ذره كربون في صوره ثاني اكسيد الكربون، الستة دول هيبقوا 5 بالنسبه لك، اخرج ذره كربون تاني هنا بالنسبه لك، هيفضل عندي هنا 4 كربون، مش هخرج كربون تاني بعد كده، هعيد ترتيب الجزئيه الذرات والجزيئات بس. عندي هنا حمض السيتريك بالنسبه لك اهو يا دكتور يا محترم، بص لي هنا طلعت هنا طاقه قدرها ناد اتش، وهنا برضو ناد اتش بالنسبه لنا، وعندي هنا فاد اتش 2،
وعندي هنا جزيء A D B هيتحول إلى A T B. وهنا طاقة قدرها ناد H بالنسبة لك يا دكتور. عندي هنا هتقولي طب وانا هنا بالنسبة لك الطرف التنفس الهوائي المفروض بينطلق عندي 38 جزيء اي تي بي. هتقولي طب وهو الغذاء اللي انا باكله عبارة عن كربوهيدرات بس جلوكوز بس؟ لا يا دكتور يا محترم، الغذاء اللي سعادتك بتناوله بالنسبة لك ممكن يكون عندي هنا دهون، ولو دهون بالنسبة لك هتتحول الى احماض، ايوه سمك اهو، احماض دهنية. ولو بروتين عندي سعادتك هنا هيتحول الى احماض امينية. تمام يا دكتور يا محترم. خد بالك هنا في التنفس الهوائي بينطلق عندي 38 جزيء اي تي بي في اللاهوائي بيديني 2 اي تي بي بالنسبه لك، لان هنا بيتم اكسده جزيء جلوكوز اكسده تامه، انما هناك بالنسبه لك في التنفس اللاهوائي بالنسبه لك لا يتم اكسده جلوكوز اكسده تامه، بل تنتج مركبات تحتوي على طاقه مختزنه زي الكحول الاسيلي او حامض اللاكتيك. انا عندي هنا الجلوكوز بالنسبه لك لو بصيت الجلوكوز في التنفس اللاهوائي هيتحول لحامض بيروفيك، حامض البيروفيك هنا يا اما بيديني كحول اسيلي وبسمي ده تخمر، برافو عليك، تخمر كحولي، كحول اسيلي بسميه تخمر ايه؟ كحول. والكلام ده بيحصل في فطر الخميره وبيحصل في النبات. لو حصل في البكتيريا والعضلات هيكون عندي حامض اللاكتيك اللي موجود عندنا. هنا كمان جزئيه واضحه وبسيطه جدا بالنسبه لك، لو اتكلم عن التنفس برضو في الانسان، الانسان يعتبر هو ارقى الكائنات الحيه الفقاريه الموجوده على سطح الكره الارضيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وخلقنا الانسان في احسن تقويم، اي خلق في ابسط صوره واجمل صوره على سطح الارض. التنفس الانسان بيبدا بفتحه الفم او الانف، ولكنه طبعا بيفضل الانف بالنسبه لك. الانف بالنسبه لسعادتك هنا بيعمل على حجز الاتربه والميكروبات بالنسبه لك. الانف بيعمل كمان على تدفئه الهواء قبل وصوله الرئتين عن طريق الشعيرات الدمويه. الانف كمان بالنسبه لك بيتم من خلاله ترطيب الهواء بالنسبه لسعادتك يا دكتور يا محترم في فصل الصيف والحر الشديد ده بالنسبه لك قبل وصوله الى الرئتين. بعد كده انا عندي هنا مين؟ انا عندي البلعوم بالنسبه لسعادتك. بعد كده في عندي هنا طبعا الحنجره، والحنجره تعرف باسم ايوه صندوق الصوت. بعد كده القصبه الهوائيه، والقصبه الهوائيه عباره عن حلقات غضروفيه غير كامله الاستداره بالنسبه لك، تتفرع الى شعبتان هوائيتان بالنسبه لسعادتك، تتفرع تفرعات دقيقه تعرف باسم الشعيبات الهوائية التي تنتهي بأكياس صغيرة تعرف باسم الحويصلات الهوائية. وتحتوي كل رئة بالنسبة لك على حوالي 600 مليون حويصلة بالنسبة لسعادتك يا دكتور يا محترم. ملحوظة هامة، الحويصلات الهوائية تعتبر أسطح تنفسية فعلية لأنها تكون رقيقة الجدار فتسمح بعملية تبادل الغازات. تسمح بعملية تبادل إيه؟ الغازات. هنا بالنسبة لنا عشان اتكلم عن التنفس برضو بالنسبة لك يا دكتور وعن العضيات الموجودة في الخلية المسؤولة عن التنفس بالنسبة لك، هديك مثال بسيط جدا. عندي هنا الميتوكوندريا، وبفكرك بالميتوكوندريا وانت خدت الميتوكوندريا في اولى ثانوي بالنسبة لك يا دكتور يا محترم. الميتوكوندريا زي ما احنا عارفين ان بيكون ليها غشاء بقول عليه غشاء مزدوج، الغشاء الخارجي املس والغشاء الداخلي هنا يكون متعرج بالنسبة لك. هذه التعرجات بالنسبة لنا تعرف باسم الارفف او الاعراف بالنسبة لسعادتك يا دكتور. وعلى فكرة كل ما بيزيد هنا عدد الاعراف دي بالنسبة لك بتزيد كمية الطاقة الموجودة عندنا. ومن اهم الخلايا اللي انت عارفها من سنة اولى في تحتوي على كميات كبيرة من الميتوكوندريا اللي هي خلايا ايه؟ ايوة فاكر كويس، خلايا الكبد والعضلات بالنسبة لسعادتك. والميتوكوندريا بتحتوي على انزيمات تعرف باسم انزيمات التنفس بالنسبة لنا. وارجع تاني، هرجع تاني للتنفس في الانسان بالنسبه لك. بقول التنفس في الانسان بيبدا بفتحه الفم او الانف، بعد كده في عندي هنا البلعوم، عندي هنا الحنجره، القصبه الهوائيه تتفرع الى شعبتان هوائيتان، كل شعبه تتفرع الى العديد من التفرعات الدقيقه التي تعرف باسم الشعيبات الهوائية بالنسبة لسعادتك. وهذه الشعبات الهوائية تنتهي بأكياس صغيرة تعرف باسم الحويصلات الهوائية. والحويصلات الهوائية بقول تاني أسطح تنفسية فعلية لأنها تكون رقيقة الجدار فتسمح بعملية تبادل الغازات بالنسبة لك. يا ريت نلم مع بعض المنهج ده في منتهى البساطة، والمنهج سهل، نقرأ الورقة ببساطة جدا، نقرأ ورقة بورقة الامتحان ببساطة ونركز كويس جدا جدا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، معكم رزق حسن كبير معلم الأحياء، وشكرا لكم.